مرحبا برج الجدي. بشكل عام يا برج الجدي، أحس أن في شخص، أغلبكم في شخص أوريدي كان موجود في حياتكم، دخل وخرج بسرعة، كان دخوله وخروجه مفاجئ سريع، أو صار تغيير مفاجئ في العلاقة، وحاليا الأمور يعني متوقفة، تكونون في مرحلة انفصال أو في مرحلة إنه فركشت الشيء اللي بينكم، أو إذا ما في هذا الشخص احتمال إنه يدخل في المستقبل وصير نفس السيناريو، دخول خروج سريع بسبب الأشياء اللي راح أذكرها لك. بداية القصة عندنا مع كارتك أنت يا برج الجدي، الإيجو. الكارت الأصلي يسمى الدبل أو الشيطان، هذا هو كارتك اللي يكون الشيطان في النصف وعنده سلاسل، مقيد شخصين بهاي السلاسل، واحد يمين وواحد يسار، هاي الصورة الأصلية. فأحب أوصل لك نقطة، هاي الطاقة بالعادة طاقة الدبل أو طاقة برج الجدي يقصدون فيها أن كثير من الأمور اللي أنت تخاف منها، تحذر منها، تتوهمها لا أساس لها ولا صحة لها. يعني برج الجدي جدا حذر لدرجة أنه يقع في دوامة الأفكار الكثيرة والهوس في التفكير، وينتهي به المطاف أنه ما ياخذ فعل فيصير اللي يصير. هذه طاقة الشيطان. وراءها 10 السيوف، رمز لانتهاء مرحلة، وخمسة الأغصان. أشوف أن بينك وبين هذا الشخص كان في مرحلة ما جدا شغف كبير، مو بس شغف، في احتمال كبير لعلاقة كبيرة ناجحة جدا، في كان بوتنشال، إمكانية كبيرة لنجاح العلاقة، ولكن صار خلاف احتمال على موضوع الارتباط نفسه، هو اللي خلى هذا الشيء يتفركش بسرعة. احتمال كان حاس انك مو واضح معه في نية الارتباط، او مش عارف هل انت ترغب اصلا في الارتباط والاسرة، تحبه او لا تحبه، هذا اللي خلى الموضوع يتفركش. شيء اساسي بينكم بسرعة تنقلتوا من بين المراحل من 5 إلى 10، يعني ما أخذت وقتكم حتى في العلاقة وتدرجتوا، لا بسرعة انتهى الشيء، قبل مثل اللي قبل أن يبتدي انتهى، مع أنه في حب وشغف وطاقة السولميت والتوين فليم موجودة، يعتمد على وضعكم، بس الطاقة موجودة. رسالة لك هني، أشوف أنه يعتمد إذا أنت رجل أو مرأة الجدي. إذا أنت مرأة الجدي فالرسالة لك هني أن حاول في المستقبل توضح أكثر للشريك مشاعرك الحقيقية ونيتك. المرأة عليها فقط أن توضح مشاعرها، تعطيه الضوء الأخضر. أما إذا كان المستمع لهذه القراءة رجل، فيجب أن يعرف أن هو اللي لازم يأخذ الأفعال اللازمة عشان يثبت العلاقة. رجل الجدي، مسؤولية تقع عليك ان انت تثبت العلاقة، ان انت توضح نيتك الحقيقية، لان اشوفك تحب هذا الشخص واخترته، ولكن النية ما كانت واضحة بغض النظر عن اذا كنت مرأة او رجل. التاري يطلب منك ان في الفترة القادمة تستجمع كل ذرة قوة فيك، مو قوة جسدية، قوة داخلية. حاول في الفترة القادمة ان انت تكون اقوى نفسيا، عاطفيا، روحانيا، ثبت نفسك من الداخل، لان فعلا راح هذا الشخص ارى انه بالنسبة لك الله وضعه في طريقك مثل التحدي الكبير. تحتاج عشان تنجح مع هذا الشخص بالذات، اذا كنت تريد انك تنجح معه، كل ذرة قوة داخلك، لأن هذا الشخص مساوي لك. يعني شوف حتى الصورة، هذه المرأة طاقة السترينغ أو تبع الشمس،
هذا كرت الشمس، فقط برج الأسد. هذه المرأة راكبة على نمر ومستعدة أنها تحارب، في قوة في نجاح. وعندنا ملك الأغصان، أيضا طاقة نارية. مو شرط الأبراج معناتها أن يعني من الضروري أن يكون الشريك من البرج الناري، ولكن ملك الأغصان معروف، ملك مكانته جدا واضحة بين الجميع، في توازي في القوة. يعني أنت كأنك التقيت نصفك الثاني من عالم آخر، فعشان كذي بالنسبة لك تحدي، صار في كلاش أو تصادم في المنتصف بسرعة. العلاقات بالعادة كأتارو تبتدي 1 2 تتدرج 3 4، ولكن أنت رحت من 5 إلى 10. يعني كأنما هو ضرب ضربة انضرب ضربة من تحت العلاقة بسرعة، لأنكم متوازين في القوة، في العزيمة، في الرأي. ملك الأغصان أشوفه إنسان صاحب رأي واضح وصريح وعنده رؤية، يعني يعرف ماذا يريد. وأنت أيضا أحس أن السترينث كارتك أنت، وملك الأغصان كارت الحبيب. ورح أدخل في تفاصيل مواصفات الشريك لاحقا، ولكن نفهم الطاقة العامة أولا. ما الذي حدث عندك؟ وأغلب القراءات اللي فيها مواصفات شريك المستقبل أغلبهم يشتركون في كرت النجمة، The Star. عندك 10 الأكواب، عندك 6 الأغصان، نجاح، سعادة، تحقيق أماني. بالمختصر أنت فعلا في هاي المرحلة راح تحس أن ثقل الدنيا كله على عاتقك، لأنه جدا صعب. هذا الشخص بالنسبة لك تحدي جدا صعب. أنت التقيت أشخاص في حياتك وتعبت ومريت بمواقف وانهزمت وهزمت، لكن هذا الشخص احتمال انك اذا انت مثلا جدي، هو لديه قمري، برج القمري او القمر في الجدي، او هو من الابراج الهوائية. الابراج الهوائية قريبة طاقتها من برج الجدي فتكون مساوية له، خصوصا الدلو، عندنا طاقة برج الدلو، لأن برج الجدي يسمى البرج الترابي الذي يتصرف كبرج هوائي، والسبب أنه يحكم كوكب زحل ساترن. برج الدلو يحكم أيضا كوكب ساترن. شفت شلون في تلاقي؟ حتى فلكيا أحس أنه في تلاقي، لو نظرت إلى الشارت كامل تبعك وتبع الشريك راح تلاقي أنه في انعكاس. إن جدي هو عنده قمر في الجدي، في شيء من هاي الطاقة، أو أنت عندك الكثير من الطاقة الهوائية في قائمة برجك. أنت التقيت، هاي اللي قاعد أسمعه، التقيت بأشخاص كثيرين، ولكن مثل هذا الشخص، هاي بالنسبة لك كان التحدي اللي خسرته بسبب التغيير المفاجئ في العلاقة يعني. بس هو لم تخسر للأبد، كان في مؤقتا انفصال أو سيحدث مؤقتا انفصال، لأن اثنينهم يعرفون ماذا يريدون والتقوا في النصف وصار الاصطدام. احتمال واحد منكم كان مصر انه يظل عزابي في الفترة اللي التقيتوا فيها، او كان مصر انه يخلي العلاقة open، مفتوحة، غير رسمية. والشخص الثاني كان بالعكس مصمم انه يحقق احلامه، يريد الزواج، يريد الأسرة، يريد الأحلام، عنده حلم معين يراه وغير مستعد أن يتنازل عنه. إذا كنت تسأل عن المواصفات الشكلية راح أعطيك إياها الحين. هذا الشخص الشريك عنده كاريزما جدا عالية، عنده جاذبية جنسية. الكاريزما مالته
ممكن يكون أي برج بس الكاريزما مالته تقلب على طاقة جنسية أكثر. يعني الناس مو شرط لما يشوفونه يقولون لك جميل كجمال كمواصفات، ولكن عنده الكاريزما. خلينا نقول عنده الكاريزما. هذا شخص أشوفه لا طويل لا قصير، لا سمين لا نحيف، وسط، ولكن بنيته قوية، يعني بنيته ثابتة، كما عزيمته بنيته أيضا ثابتة. يمتلك جميع مقومات لفت الانتباه، عند النجاح، عند السيارة، عند يعني أي مكان يذهب إليه هذا الشخص الشريك عندك صعب إن ما يلفتون لوجوده. يلفت الانتباه وين ما راح. دائما عنده شيء مختلف عن الآخرين اللي حوله، عطر معين، طريقة لبس معينة، طريقة كلام معينة، حتى طريقة كلامه لهجته مو نفس الآخرين قاعدة أشوفها. متفرد هذا الشخص، عشان كذي أنت تحس إن لقيت السول ميت تبعك، لأنه فعلا إنسان جدا مميز. ولكن على كثر ما أنه مميز ترى يمثل لك تحدي. شنو عندنا؟ عندنا أيضا العالمة The High Priestess والكوب. أول كوب عرض الزواج والحب وأن تقع في الحب. اللي قاعدة أشوفه هني إنه يقول لك برج الجدي، أنت ما تقدر إن فعلا تتخطى مرحلة الخوف وعدم الوضوح مع الشريك إلا إذا فعلا تخليت عن خوفك. لازم تجازف، لازم بينك وبين نفسك تقرر إنه لازم تجازف. هذه فعلا مجازفة، إن أنت تذهب إلى الحبيب وتعرض عليه حبك مرة ثانية، أو إذا هو الرجل هو سيأتي ويعرض عليه حبك مرة ثانية. راح يكون في رجوع وعرض جديد للحب في الفترة القادمة إن شاء الله، لأن أنت تعرف، أحسك إن أنت تعرف أكثر من الشريك، واعي. احتمال هو رجع لطبيعة المعتادة، ولكن أنت تعرف إن التقيت الشخص المنشود بالنسبة لك، حب حياتك يعني. وأي شخص ثاني، أنت صريح في هالنقطة وهذا شيء جيد، أي شخص ثاني مقارنة مع هذا الشخص راح يكون رقم 2 3 4، ولكن بالنسبة لك هناك فقط شخص رقم 1. تعرف أن الجميع مقارنة فيه درجة ثانية. هذا الشخص جدا مميز، هاي اللي قاعد أحسها بطاقته، والدليل أنه قاعد يجمع ما بين طاقة الهواء وطاقة النار. يعني مثل ما يقول لك زيت ونار، مولع. هاي الشخص مولع، يجمع أصعب الأمور من الشيئين. أوكي، شنو النصيحة لك هني؟ هني في نصيحة شوي أنت لازم تدير بالك عليها. احذر ان لما يرجع الشريك لك او انت ترجع للشريك، قلت لك السيناريو راح يكون على حسب جنسك هني، احرص ان هذا الكوب او الكوب تعرضه امامه لا يكون مثل الاكواب اللي عطيتها اياه في السابق. 4 الاكواب هي الصورة الاصلية له، شخص جالس في الحديقة لديه 3 اكواب ولكن شكله منزعج، لا يريد أن ينظر إلى الكوب الرابع الذي قاعدين يعرضونه عليه. عنده 3، يعرض عليه الرابع ولكن لا ينظر، لا يلقي نظرة أصلا إلى أي من الأكواب، معرض عنهم جميعا. احتمال في فترة الانفصال أنت تعرض عن جميع الأشخاص الآخرين عروض الزواج، عروض الحب اللي يأتون في طريقك، احتمال كبير جدا. لأن قلت لك اللي قاعدة أسمعه بشكل كبير نفس الرسالة قاعدة تتكرر لي، وقاعدة تتكرر عشان أنت تستوعبها أيضا. كل شخص مقارنة بهذا الشخص بالنسبة لك رقم 2، فبغض النظر من الذي يأتي في طريقك
انت مو قاعد تتفاعل معاهم، راح توصل لمرحلة انك راح تقرر انه تسكب كل الاكواب، 5 اكواب، ترحل عن جميع الخيارات اللي عندك، او ترفض جميع العروض التي تأتيك في الفترة القادمة. والسبب ان انت وصلت لمرحلة ما تستطيع انك تنكر مشاعرك لهذا الشخص. احتمال في البداية كنت متأسف ومتردد وغير واضح، كنت تريد ان تأخذ وقتك، ولكن مع شدة العروض، كل ما زادت العروض ورأيت ان كل هاي العروض لا تحتوي عرض الشخص اللي في بالك، رجع لك فلان فلان فلان، تقدم لك فلان، عرض عليك الزواج، الا الشخص اللي انت فعلا ترغب فيه موجود في قلبك، فراح تحس ان كل احسك راح ترفض جميع العروض لانك بانتظار هذا العرض من هذا الشخص. برج الجدي عندما يثبت ويكون صاحب عزيمة جدا يثبت، يضع كل قوته في الطاقة الأرضية، يعني فعلا أشوفك راح تكون مصر على رأيك، سواء إن كنت رجل أو مرأة. إذا مرأة راح ترفض كل عروض الزواج والحب والارتباط، وإذا كنت رجل ما راح تبدي اهتمام كبير بالأشخاص أو النساء اللي يدخلون حياتك من بعد هذا الشخص. الكوب بالنسبة للنجمة ولا شيء، النجمة هي طاقة برج الدلو، الشخص اللي بيحمل قربة الماء، ما الذي يسواه الكوب تحت النجمة؟ أنت بالنسبة لك ولا شيء، يعني أنت خلاص مريت بمرحلة حاليا، اخترت شريكك مثل ما قلت لك، شريكك هو ايضا يبادلك المشاعر، بس كان عنده نقطة اختلاف معاك في طريقة تثبيت العلاقة، في الامور الرسمية، في اسئلة مثل متى راح نتزوج. هاي كان المرحلة القادمة، ايس اوف اير، الخماسي الواحد الكبير، امبرس الامبراطورة، يونيتي وهو كارت الهايروفانت او مأذون الزواج. عزيزي برج الجدي، انت اول قراءة في قراءات شريك المستقبل تظهر لها كارت اليونيتي المأذون، يعني رسالة اوضح من هذه لا يوجد، في كل القراءات لم تظهر كارت المأذون، فهل احتمال انه ينتظرك زواج قريب، او ستتحرك الامور مثل ما انتهت سريعا ستتحرك سريعا، بعدين راح يكون في اتمام للزواج بسرعة، عرض للخطوبة وعقد القران بسرعة، وعندنا كارت الامبراطورة اللي دايما يعني طاقة المرأة الحامل، الام الارض، فارى ان اذا انت الجدي هاي الفترة انت جدا مركز على غريزة الامومة عندك، تريد بسرعة ان يكون لك ذرية، ابناء، بيت، جدا مركز على هالشيء في هاي الفترة، يعني تنتظر بفارغ الصبر، يعني حتى لما يرجع الحبيب اشوفك ما راح تعاتبه، على طول راح تأخذ عرض الزواج ويتم الزواج وخلاص يحدث الحمل، انك تنتظر هذا الشيء من زمان بفارغ الصبر، خصوصا عندما تحس انك التقيت السولميت تبعك. نصيحة اخيرة لبرج الجدي لقراءة شريك المستقبل، نصيحة أخيرة، True love, this love once in a lifetime. So
سوري برد الجدي، بس انت الرسالة عندك جدا مكررة في كل الكرتات، حتى في كرت النصيحة. احتمال قاعدين يأكدون عليك الرسالة اللي فعلا لازم تستوعبها وما تشكك فيها وتطبقها، ان هذا الشريك هو موازي لك، هو السولميت، هو افضل خيار بالنسبة لك، وفعلا اللي بينكم حب. فحاول، سواء اذا انت كنت امرأة الجدي او رجل الجدي، حاول ان تعطي الشريك الضوء الاخضر عشان يقدر انه يراك ويرى نواياك ما وراء مرحلة القلق او التردد او عدم الوضوح، لان حبكم جدا قوي، حبكم حقيقي، حبكم مو حب تبع يوم وليلة وتلاقي نفسه بعد 3 سنين واربع سنين، لا، هذا الحب بهاي الطريقة مرة في العمر. اذا ما حاربت من عشانه، اذا ما اصريت عليه، راح تفقده. فالتارو هني يقول لك انا اعرض عليك الفرص تبعك، ما الذي ستفعله انت بشأن هذا الحب الحقيقي؟